يا سلام يا سلام يا سلام على الجارديناج ام بي بروجيكت. الله يسخر لكم، الله يعاونكم، تبارك الله عليكم، حياكم الله. العز العز العز، برافو. عندنا السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم ومرحبا مرحبا مرحبا، يا هلا يا هلا، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام فينما كنتوا. تحيه لكم من قناه سيمو شو 07، قناه المشاريع الملكيه والعموميه بالمملكه المغربيه. كل المشاريع تجدونها مدونه مزممه في قناتكم المفضله، قناه البناء والتشييد والمرح، نعم والمرح والترفيه والتعليق الحر والانتقاد الحر، لنبني الغد إن شاء الله بأيدي وسواعد الرجال. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. شكرا لكم متابعينا الكرام أوفياء قناة سيمو شو على التعليقات الجميلة وعلى اللايك، وكنبغي نحيي واحد الفئة خاصة، خصوصا خصوصا المرضى، الناس اللي كيتابعونا من فراشهم من أسرتهم. الله يقعد وسادكم، الله يشافيكم، الله يمتعكم بالصحة والعافية وطول العمر. مشاهدينا الكرام، الناس الأمراض كنتمنوا لهم الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل بحول الله وبإذن الله، وتنوضوا وتوليوا صحة سلام. كنتواجدوا مشاهدينا الكرام وغنحطكم في الجي بي اس، يلا سيمو حطنا في الجي بي اس فين كاينين حنا بالضبط. هذا هو المدار، وغادي نذكركم أول فيديو فاش بدينا كنخدموا هنا وبدات هذه الطريق اللي كنقولوا لها اللي معروفه قديما باسم عنق الجمل، طريق بريبري. هذا مدار بريبري السفلي، وهنا كاين طلعه من الهبطه ديك الكاميو ديك الشاحنه، وفين كاينه هذيك الميكسور، هذه الهبطه او العقبه ديال بريبري، وغطلعنا المدار بريبري العلوي، المدار الاولاني اللي غنطلعوا من هنا اسم ديالو مدار بريبري العلوي، وهذا مدار بريبري السفلي. تفهمنا دابا ياك؟ هنا طريق كراش، وهذيك اللي كتبان لكم طريق لوتوروت، طريق السيار. هنا في اتجاه الرباط القنطره هي امامكم في اتجاه حي النهضه وما جاورهما، الحي الصناعي ومدينه الرباط، دخول الى مدينه الرباط امور واضحه عبر طريق السيار. وهنا الطريق الجديدة اللي كل شيء عندنا مزمم في القناة ومدون ومتقع من بداية الأشغار هذه شهور إلى يومنا الآن، وفاش كانوا هنا المحلات والسكان والديور اللي كانوا هنا كل شيء تم الإزالة ديالو والتريب ديالو، والغيس اللي كان هنا والأمطار اللي كانت تصب، واحد الروينة واحد الحالة واحد التكرفيس والشتاء، وكانت الطريق شوية صعيبة، ماشي صعيبة صعيبة 100%، ولكن تدخل ديال فريق الهلاوي الفريق المحنك المعروف في المملكة المغربية، وشاهدتوا حتى في الأقاليم الشمالية الجولة اللي درنا بأن فريق ليس محلي أو لا جهوي، فريق حتى هو منتشر في ربوع المملكة في مناطق وزان، مناطق شفشاون، وحتى في شمال المملكة ما بين تطوان وطنجة، يعني فريق له الأهلية فيما يخص الأشغال العمومية. غادي نشوفوا هذيك الطريق، ولكن خليونا نشوفوا هذا المدار الجديد اللي كاين حنا حاليا، وغادي نشوفوا فريق جديد ديال اللي كاين معنا حاليا، فريق ديال الجارديناج. من بعد كنا كنعرفوا جوج ديال الفروق او ثلاثه اللي منتشره، فريق سوميكوتراد اللي منتشر حتى هو ايضا، واللي كيشتغل في جنبات مركب مولاي عبد الله مدينه الرباط اللي كاين تما، وعاطي الدق والسكات. وشفنا فريق ايضا بو بيزاج اللي كان كيشتغل لينا ايضا في جنبات على ضفتي ابي رقراق، حتى هو دار البصمه ديالو. اليوم غادي نشوفوا فريق جديد اللي كاين معنا هنا، هو فريق ام، فريق ام بي بروجيكت، هو فريق الجارديناج اللي كاين معنا حاليا. اليوم غادي نشوفوا معنا ايضا فريق الهلاوي اللي كيشتغل على هذا المدار. كتذكروا مشاهدينا الكرام قلت لكم هذا المدار غادي يكون عنده شان، وغادي تكون فيه بعض التغييرات، وهذا الكلام اللي كنت قلتو لكم تقريبا هذه واحد 6 شهور، وفعلا ها هو جا الوقت ديالو. علاش؟ لان اللحظه اللي كانت كتصوب فيها الطريق ديال بارك واي المعروفه بطريق عنق الجمل، الاستراتيجيه اللي كنت شفت والمساحه والمسافه ديال ديك الطريق، عرفت بان هذا الطريق غادي يتغير، وفعلا
تم التوسيع من كل الجوانب. هذاك السيركل اللي كان ضير فأتم التهيئة دياله من جديد وتمت التوسيعة، وغادي نوريكم الفريمجات اللي داروا والتوسيعات اللي داروا تما. حاليا كيشتغلوا هنا على واحد الفوسي اللي جاي، غنوريكم اللي جاي من عنق عفوا من الهبطة العقبة ديال بريبري. فوسي طالون اللي كيتبنى راهو ما حاليا فريق اللاوي كيشتغل عليه، اللي كيبنيو لنا واحد الفوسي باش نتحكموا في مياه ديال الامطار. لا قدر الله كانت فيضانات فكيتم التحكم فيه، وغادي يتم الترويض ديالو في هذا الاتجاه، وغيمشي الاسفل الى النهر ان شاء الله. ايضا هذا البطوات ديال الضو القدام، هذا وهذا وهذا وهادو حتى هما، هادو اللي على اليسار كلهم غادي يتم الازاله ديالهم لانه ما داخلينش في التصميم حاليا، وتم التعويض ديالهم باعمده جديده. ها هي بقى السلوفان ديالها مشاهدينا الكرام. اذا غادي نشوفوا هذا هو المدار الجديد، البوردولات توضعوا، ماشي البوردولات العاديين اللي كتعرفوا، هادو بوردولات اللي كيتركبوا به فيه كيتكونوا بواحد الخليط خاص، وكتجي لا ماشين اللي كنا شفنا سبيسيال وكتركبهم مباشرة. للطول ديال هاد البوردولة لاحظوا معايا تقريبا متر جوج ثلاثة كيوصل حتى لأربعة ديال الأمتار، دقة واحدة لا ماشين كتحطو كتخلط كتبريسي كدير له الأساس ديالو، اللهم بارك وزيد في ذات. الحمد لله المملكة المغربية. وغادي نرجع لواحد النقطة، سيمو انت كتطبل بعض الناس كتقول كدير، اخواني اخواتي نهضروا بموضوعية، نهضروا بموضوعية، واش نتكلموا في شي حاجة اللي كتبني وكتزيد القدام، ولا نتكلموا في المشاكل والهموم وغنخربوا القناة، وغيجي واحد الفريق غيقول لك هادو كيصاوبوا ما كيديروا شي كادير البلاد ما فيها شي فيها الشفاره كيسرقوا كيديروا. يا اخي يا اختي يا اللي كتكتبوا التعليقات السلبيه، خليونا نبنيو للقدام، خلينا نبنيو للقدام وخليونا نزيدوا للقدام. راه المغرب فرق كبير ما بين المغرب القديم والمغرب الحالي، كاين تقدم كاين اشغال. واش ما كاينش تقدم؟ اسالكم بالله واش ما كاينش كاين تقدم؟ واش ما كاينش انجازات؟ واش هاد الجولات اللي كنديروا حنايا في المغرب وكندوروا وكنقلبوا لكم على المشاريع، على المستشفيات، على الملاعب، على الشركات، على الطرقات، على البنيه التحتيه، واش هادشي ما كاينش؟ اذا المغرب في تقدم، خصنا نديروا يد في يد ونديروا يدنا مع يد الرجال اللي كيخدموا هاد البلاد واللي كيسيروا هاد البلاد، وعلى راسهم جلاله الملك محمد السادس، ونزيدوا قدام لانه كاين البناء وكاين التشييد، كاين واحد الاراده غادي غادي الحمد لله غادي. انا ما كنقولش لكم راه ما كاينينش الناس خايبين، ما كنقولش لكم راه ما كاينش مشاكل، كاين بعض الناس اللي كيخسروا الوجه ديال المغرب، كاين ماشي ما كاينش، ولكن الحمد لله ولاو قلال. نرجعوا للموضوع ديالنا، القناه تنشات من اجل ابراز واعطاء صوره جميله عن المغرب والمغاربه. المغاربه رجال فين ما مشاو يخدموا وغيطوروا بلادهم، ولو ان السرعه اللي غادي بها انا كنقولها السرعه ديال القطار القديم الكاتريام، بغينا نشوف واحد السرعه مضاعفه اللي هي سرعه التي جي في. الهبطه ديال بريبري اجي نبداو لكم من هنا، الهبطه ديال بريبري تمت التوسيعه ديالها، وهذا فيها الخير لان كنت تكلمت على هذه الهبطه، سميتها هبطه الموت او عقبه الموت، لان الله يستر صعيبه ملي كتكون هابط. تمت التوسيعه ديالها، لاحظوا معايا من هنا ها هي بدات توسع من هنا، وخداو من هنا تقريبا واحد خمسة ديال الامطار تمت التوسيعه ديالها، يعني اللي غادي يدور على اليمن ما يبقاش يمشي يحتاج كاع يمشي ليه، غيجي من الفريميجا لهنا. يعني الناس اللي غادي يمشيو لسلا عبر طريق باركواي الجديده، وغادي يمشيو لذاك الحي راه هو المعروف حي باركواي المعروف قديما باسم عنق الجمل. تبعوا معايا الله يجازيكم بخير باش نفهموا البلان. ها هي الطريق في حالة التطوير والبناء، تفاهمنا الناس اللي غادي تمشي لسالة. كاين هنا واحد الفريميجا ان شاء الله غادي يدار
وكاينه فريميجه ايضا ليه فين كاينه ديك الشجره. وكاين غادي نزيدو القدام فريق ام بي بروجيكت المكلف بالجارديناج، ها هو كيغرس لينا هنايا الكازون. اذا الفريميجه ها هي هنا، اذا هذه فريميجه هنا عمليه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الجارديناج ام بي بروجيكت، فريق جديد معنا اكتشفوه مشاهدينا الكرام، غادي تكتشفوه معنا، هو المكلف بالجارديناج ديال هذا المدار الجديد. كيصوبوا الكازون حاليا، اللهم بارك وزيد في ذلك. هاد البلاصه كلها ان شاء الله غتزكاد بالجرده وغتولي فواحد الحله انيقه جميله بحول الله. الله يسخر لكم، الله يعاونكم، تبارك الله عليكم، حياكم الله. العز العز العز، برافو. اذا هذه جوله على هاد الجرده بحول الله، اشغال مكتفه. صراحه انا كنحس بالعز والافتخار ملي كنشوف المدن المغربيه، خصوصا غادي نسطروا عليها المدن المغربيه، مدينه سالا. ملي كنشوف مدينه سالا بحال هاد بحال هاد المناظر ديال الجرده، والله اللحم ديالي كيبورش. صراحه انا غيور على بلادي، وغادي نموت وغادي نبقى نبا في هذا المجال حتى القى الله حب بلادي، وغادي نبغيها وغادي نبغيها وغادي نبغيها، وغنهضر عليها ونتكلم عليها، مع احترام المسؤولين، مع احترام المنتخبين، مع احترام المسؤولين ديال السلطات، مع احترام المسؤولين الحكوميين، احترام تام. السلام عليكم، الله يعاون، تبارك الله عليكم، الله عز الرجال، العز بكم. ومع احترام جميع فعاليات الدولة المغربية، الاحترام التام، وما كنشكو في حتى شي واحد، فقط كنغيروا على بلادنا. ولا سمعتوا شي هضره منا راه غيره فقط، لا اقل ولا اكثر. فريق الهلاوي في حالة تأهب، كيف ما قلنا الطريق ديال عكراش ها هي امامكم. الناس اللي بغات تدخل لعكراش حيت غادي يسولوني، ها انت جاي من عنق الجمل اولا جاي من سالا، مدينة سالا، غادي تاخذ هذا الطريق وتاخذ هذا المدار. كاين كاينه السياره الكحله راه هي، تبع معايا، وغادي تهبط مع داك القنطره راه هي كاينه تما، تهبط بحالتك راه كاينه تما واحد القنطره، اللهم بارك وزيد في ذلك. اذا ها البردولات في حاله تاهب هنا، مازال ما فينيش مشاهدينا الكرام، مازال الطبقه الاخيره الجبيبي مازال ما تفيناتش هنا مزيان. اذا هذه صوره واضحه، ممر الراجلين مازال هنا غيتضرب بالمغسول ان شاء الله. هاد لافاس هادي مازال ان شاء الله غادي يكملوا لالين فين كاين هذيك الشاحنه واقفه، واقفه تما الاشغال حدا تما، غيتضرب بالديزاكتيفي كما معهود، وغادي يكمل ان شاء الله الطريق ديالو، ممر خاص بالراجلين. كذلك نفس الشيء الجهه اليسرى، الاعمده الكهربائيه حدا هنا، لاحظوا معايا هاد البوطو هذا وهذا وهادو اللي هنا. المهم هاد الجهه هذه مازال ما تفيناتش ان شاء الله مشاهدينا الكرام، راه هي في طور الانهاء. هاد المكر راه مازال غيتزاد لواحد النيفو اخر ديال الاسفلت باش يجي ميت على النيفو السابق بحول الله. اذا ان شاء الله كاين مشاريع تنمويه على ضفتي ابي رقراق ان شاء الله، كاين مفاجآت سارة، كاين أخبار، ولكن تسناو وتعلمنا بأن في القناة غادي نبقاو نتسناو حتى تظهر إن شاء الله ونعنوا عليها. كاين أخبار سارة، شق طرقات اللي غادي يكونوا بحول الله فيها ربح للبلاد والعباد ولساكنة المنطقة بحول الله. هذا أخوكم سي محمد من قناة سيمو شو 07، قناة المشاريع الملكية والعمومية بالمملكة المغربية. ما تنساوش لايك. إلى اللقاء يا أصدقاء.